علي معلول لمبروك، فوز كبير ومباراه كبيره النهارده، شخصيه لعيبه النادي الاهلي مبروك على الفوز، مبروك على هدفنا ابو كريم. الحمد لله، اول حاجه مبروك لكل جماهير النادي الاهلي وكل اللاعبين اليوم ظهرنا شخصيه النادي الاهلي، ظهرنا شخصيه لاعبين النادي الاهلي. انه صعيب انه النادي الاهلي يخسر القاب متتاليه، لكن ان شاء الله السنه هذه عاقدين العزم ان شاء الله باش نرجعوا الدوري لمكانه الطبيعي. الف مبروك للرجاله النهارده كلهم، ماتش كبير، نتيجه كبيره، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. مباريات الدربيات انت عارف قيمتها بالنسبه للجماهير، انت واحد من ابناء نادي الصفاقسي وعارف اهميه الدربيات. النهارده مباراه، ايه الحافز الكبير اللي كان ليكم قبل مباراه الديربي؟ طبيعي، ماتش ديربي، ماتش قدام الفرقه المنافسه، فريق كبير كما نادي الزمالك عنده لاعبين ممتازين، لكن اليوم شخصيه النادي الاهلي وشخصيه لاعبي النادي الاهلي كانت هي اللي حاضره، هي اللي جسمت الانتصار، انتصار كبير يخلينا ان شاء الله نخدم ونرتاح ونرجع ان شاء الله نركزوا في المقابلات الجايه والقادم افضل باذن الله. حتى الان هداف النادي الاهلي في الدوري بثلاث اهداف، مين توقع لك النهارده ان انت تجيب هدفين؟ الحمد لله الناس كلها هي مراتي، الصراحه مراتي قبل الماتش كلمتني وقالت لي ان شاء الله مش تسجل اهداف. الحمد لله اليوم سجلت هدفين، نهدي لها الانتصار ونهدي الانتصار الكريم وسليمه بتبيعها بنتي وكل جماهير النادي الاهلي وحسين يا قول لا. عايز اروح لحسين الشحات ننجم. حسين مباراه كبيره النهارده وانت عارف قيمه الدربيات، مباراه كبيره.